اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكلتهم. المطبخ بتاعنا النهارده مطبخ بسيط وسهل ولكن فيه فكر طهوي بمقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. هنعمل اكله مشهوره جدا ممكن نقدمها كوجبه فطار، وجبه غدا، وجبه عشاء. البساطه فيها في تقديمها. معانا اكله اسمها مسخن الدجاج بالسماء ودبس الرمان. الاكله دي بيرجع جذورها ومنشاها لبلاد الشام، سوريا، لبنان، الدول العربيه. مسخن الدجاج مكوناته صدور فراخ او فراخ صحيحه بتتسحب، بتقدم فيها سماء وزيت زيتون، ولازم يبقى المسخن ده عايم في زيت الزيتون مع خبز الشراك او خبز السوري اللي احنا عارفينه اللي هو الخبز البر. ده معانا هو ده اساس الاكله بتاعتنا وما ينفعش يتعمل غير بالعيش ده. حلو الكلام؟ ايه الطبق التاني اللي معانا؟ معانا النهارده كمان طبق اسمه الحمص الشام بالطحينه. في بعض المطاعم بناكل الحمص الشام وبنشوفه بيبقى لطيف وجميل ونفسنا نروح على البيت نعمله. سعره غالي، سعره في متناول الجميع، ولكن لما تجيب نص كيلو حمص تسليه في النار وتسيبيه لما يستوي جامد وتاخديه تشربي منه شويه حمص مع الكمون مع الفلفل، المشروب بتاعنا الجميل اللي على الكورنيش وبتيجي الناس من اخر بلاد العالم تستمتع بيه، وتقدر تعملي حمص بطحينه تعمليه سلطه. واحنا عارفين ان الحمص غني جدا بالبروتين النباتي ويتصدر القائمه الاولى في انتاج البروتين النباتي، سوري البروتين النباتي، ولطيف وجميل جدا. بس معانا مشكله مع الكولون، إذا نحط عليه كمون في حالة تقديمه علشان نتخلص من مشاكل الكولون. الحلو بتاعي النهاردة حلاوة الرز. حلاوة الرز دي بيرجع برضو أصولها للمطبخ الشامي اللي هي رز مسلوق بياخد جبنة موزاريلا ومية زهر وفستق حلبي. الطبق ده بيبقى طبق جميل وجد طبق مميز جدا، ولكن بيتميز كمان في تقديمه. حاجة كده بنت عم الرز بلبن بس بالطريقة الشامية. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير لان بجد الحلقه النهارده فيها شغل كتير وفيها فكر طهوي. ايه رايكم؟ ولكن الميزه ان هي قليله التكلفه الماديه، يعني بتكاليف ماليه قليله جدا. المطبخ هنا مطبخ مميز. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق مقبلات مشهور جدا في المطاعم الشاميه اللبنانيه المصريه، اسمه الحمص بطحينه، حمص بزيت الزيتون. طبق الحمص ده سعره برضو بيبقى غالي شويه. هاتي نص كيلو حمص يا امي، انعي من بالليل، غيري ميته لانه غير القمح، احنا لما بننقع القمح ممكن نشرب الميه بتاعته، لها فوائد كتيره سبحان الله. الحمص تغيره ميته وبعدين تحطيه على النار. انا بقى ضد مدرسه نوفر غاز ونوفر كهرباء ونحط بيه كربونات صودا علشان الحمص ده يتسلق بسرعه. ليه يا عم الشيف؟ اكله والتانيه ارتجاع مريء. ارتجاع مريء يعني نعمل منظر ونخش في حدوته وحكايه احنا في غنى عنها، لان المطبخ زي ما هو مفتاح السعاده الزوجيه، المطبخ زي ما هو الترابط الاسري بيجي منه، كمان هو بيت الداء. يعني استخدامك للمكونات بتاعتك تبقى لطيفه وجميله ودارسه مطبخ، يعني فاهمه الموضوع مش محتاج دراسه، محتاج ثقافه طهويه شويه. اخواننا بتوع الفول وقدره الفول والحمص لما يجي يسلقوه بيجي يحطوا بيه كربونات صوديوم، بدل ما يقعد خمس ست ساعات على النار بيقعد نص ساعه ويفور وخلاص واستوى. البيكربونات بتهري الحاجه، فده غلط. ليه؟ لان زي ما بتهري الحاجه لما ناكله مع الاكل بتاعنا هيهري الجهاز الهضمي بتاعنا، الكولون بتاعنا، هيجيب لنا ارتجاع مريء. يبقى البني ادم قاعد اكل حته كيكه، اكل اي حاجه، يصحى في عز نومه عايز يرجع وعنده مشاكل صحيه مع مرور الوقت ومع مرور التكرار. فما انصحش ناس تماما ولا ابدا ان احنا نحط بيكربونات صوديوم في سلق الفول او الحمص الشام او بعض البقوليات اللي بتحتاج وقت كبير جدا. انا ليه ركزت في الحته ديت؟ لان انا بشوف الكلام ده وبزعل جدا وبلاحظه في طعم الاكل وانا باكل. معانا حمص الشام، معانا الخلاط، معانا طحينه، معانا توم وملح وعصير حامض. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة. هنوصل الكهرباء للكبة بتاعتي لأن ده لازم يكون عندك كبة، مش كبة يعني خلاط زي ده كده. علب من مصروف البيت هتجيبيه تحوشيه، وعلى فكرة أنت المستفيدة إنك تحوشي من مصروف البيت تجيبي خلاط حلو، كبة حلوة، مطحنة توم،
مطحنة بصل، الحاجات دي بتساعدك وبتفتح لك الشهية في انك تخش المطبخ تعملي حاجات حلوة. مش تفتح لك الشهية انك تاكلي، تفتح لك الشهية وتفتح لك نفسك انك تخش المطبخ تعملي افكار حلوة من اللي بتشوفيها، من اللي الشيف بيعملها. الحاجات دي كلها مطلوبة على فكرة. تعالوا نعمل الحمص مع بعض بطحينة. الحمص نوعين، حمص بطحينة وحمص بزيت الزيتون. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني في بعض المطاعم اللي هي تحب ان هي تخدم على شغلها، هبديكم بقى الايه السورس، التفاصيل، الحاجات اللي هي بقى تبقى قاعده في المطعم كده والمتر او الراجل اللي بيقدم لك الاكل، الراجل المحترم ده او اللي بيجيب لك الاكل، يعرف انك انت فاهمه. فلما يفهم انك انت فاهمه هنا بيعمل وقفه مع نفسه ويجيب الاوردر 100 100. حمص بطحينه يتعمل حمص وطحينه مع توم وعصير حامض. حمص بزيت زيتون بنلغي الطحينه ونحط بداله زيت زيتون وتوم وحامض. شفت الموضوع ازاي؟ بسيط خالص. طب تسمحوا لي احط الحمص كده ونشتغل عشان ده عايز ينتحل شويه. حلو الكلام؟ هتشرح لها مين؟ هتقول لي ما هتقول لي ما تتكلمش وصوت الكبه شغال. اشرح ازاي؟ هنقول ده كلام يا فاروق، ده كلام. هنشغل الخلاط واشغله من غير حاد، واشغله من غير اي حاجه خالص زي ما هو كده. نعم، ايوه حبيب قلبي. بيقول لي حطيت ميه ليه يا شيف؟ مش اي ميه على فكره، لازم تجيب ميه مثلجه. المحترفين بيحطوا مكعبات تلج، يعني المفروض هنا يتحط مكعبات تلج او ماء مثلج ونفرم تاني. لازم يبقى كريمي عشان كده صوت الخلاط بعتذر عن صوته. بعتذر كمان مرة عن صوت الخلاط.
ده لازم يتعمل بالشكل ده. وعايز على فكره كمان خفق كتير يعني، بس انا عايز اوصل رساله مهمه جدا. حمص بطحينه دي الطريقه الصح بتاعتنا. حمص يتغسل من بالليل، نص كيلو حمص على فكره بعد ما تعمليه كده حطيه في التلاجة، وجيبي عبوات بلاستيك صالحه الاستخدام في التلاجة، وحطيه في التلاجة وتحطيه في الفريزر تستخدميهم لمده اسبوع او 10 ايام حسب استخدامك. وفرت فلوس كتيره قوي على فكره، وعملتيهم في البدايه قيمته الغذائيه عاليه جدا. التوم مفيد، زيت الزيتون اللي فيه مفيد جدا، عصير الحامض فيتامين سي مفيد، الطحينه اوميجا سي. اقعد اعد هتخلص الحلقه واقول لك وقتك خلص يا شيف والوقت يسرقنا. اتكلمي عن فوائد الحمص ده رهيبه جدا. مع سندوتش الفلافل، مع سندوتش الشاورما حكايه. تسمحوا لي نطلع فاصل صغير على الخلاط بتاعي ما يهدى شويه، عشان عايز ارسم لوحه فنيه من الحمص بتاعنا الجميل الحلو ده. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نشوف مسخن الدجاج هنعمله مع بعض ازاي، حلاوه الرز جاهزه ان احنا نقدمها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع طبق حمص زي اللي بناكله في المطاعم. شكله لطيف وشكله جميل، الجارنش البرزنتيشن مهم جدا، ده لازم الاصول يعني هنا يمر مرحله تبريد، لان الحمص هنا سخن والطحينه نزلت عليه، فالمفروض تتحط ببوله او في بايركس ازاز يعني، ويتحط في التلاجة ساعة زمن ونقدمه، يبقى لطيف وجميل، ده الصح. بس احنا عشان مع حضراتكم على الهوا بنغرفه، بس ده لما يبرد في التلاجة هيديكي شكل هندسي زي ما ترسميه، ترسميه لوحة فنية. انا حطيت زيت زيتون لان ده لازم يتغمر كمان بزيت الزيتون، يعني النهاردة زيت الزيتون هو البطل بتاع المطبخ يعني. من الاخر نجيب البابريكا الحلوة دي كده، او ممكن تجيبي كمون. شفت انا سحبت ايدي دي كده اهي فركه دي شفت ازاي اهي كده. انت عملت طبق ولادك بيشوفوه بره، اول ما بيقعد حمص طحينه فتوش تبوله الحاجات اللي بنسمع عنها دي، ونلاقي الفاتوره في الاخر سلطات 200 جنيه. ليه يا عم الحاج؟ انت عملت شويه سلطات حكايه، ده بالنعناع وده من غير نعناع. حلو الكلام؟ مطبخنا على شاشة القناة الأولى، إبداع طهوي فني، رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.